بحيرة تشاد خالية من بوكو حرام في العام 2022 ممكن هو عنوان حصيلة الدراسة الميدانية التي أجراها مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف التي عرضها رئيس المركز دكتور أحمد يعقوب دبيو خلال هذا المؤتمر الصحفي. لأن هناك في تشاد في ثلاثة أو أربعة أفواج من الناس، في الأوتوكتون القاعدين في بلدهم ما هركوا، في الريفوجي، في الناس الريتورني، في الديزانجاجي، أربع أشياء. عشان تفرس بين ده كله لابد تتعامل مع الشيف دي كانتون والشيف دي فيلاج، هم بيعرفوا ده مشى في بوكو هرام وجاء بتاريخه. احنا ده بنسأله، عشان كده احنا بنميز بين ما هو بوكو هرام. أما المستشار بالمركز إبراهيم موسى يوسف فقد تطرق إلى الطرق الناجعة للقضاء على جماعة بوكو حرام وتحقيق عملية الدمج الاجتماعي، وأكد أنه يمكن تحقيق هذا التنبؤ إذا تضافرت الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء في حوض بحيرة تشاد وقوة برخان. أما المتداخل الثالث كبير محمد عبد الله فقد وصف تنظيم بوكو حرام بمنظمة إرهابية ذات إيديولوجية متطرفة مبنية على العنف والتطرف. إن نتائج هذه الدراسة الميدانية التي أعدها ونشرها مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف تعتبر وثيقة مرجعية في مجال البحوث الخاصة بالإرهاب بالبحيرة ومنطقة الساحل.